السلام عليكم خوتي خوتي، مرحبا بكم على قناه الحميدي. الناس اللي اول مره كتشوفني كنتمنى على انها تنزل هنا تبارك على زر صابوني، ثم تفعل واحد الجرس باش توصل بالجديد وتكون هي السباقه الى الفيديو اللي انا كنحطو. طبعا في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نهضر لكم على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، وهو شنو المواد او لا يعني شنو نوع النصوص اللي غادي تحط لكم في الدوره العاديه ديال 2019 طبعا في الامتحان البكالوريا الموحد. بالنسبه اذا كما كتعرفوا على ان كاين جوج المسالك، المسلك ديال العلوم الانسانيه والمسلك ديال الاداب. يعني الامتحان اللي كيحطوا لهم المسلك ديال الاداب ماشي هو الامتحان اللي كتحط المسلك ديال العلوم الانسانيه. اذا فبالتالي كنت يعني الى لاحظتوا الناس اللي متبعاني راه كنت كنقول لكم يعني في التسجيل ديالكم حاولوا انكم تسجلوا ضمن المسلك ديال العلوم الانسانيه، وانا من بعد نقول لكم علاش العلوم الانسانيه. اذا خوتي الناس اللي في المسلك الاداب، المسلك ديال الاداب، فركزوا بواحد النسبه اللي كبيره على النص التطبيقي، ركزوا بزاف على النص التطبيقي. اما الناس اللي دايره المسلك ديال العلوم الانسانيه فركزوا بنسبه ايضا كبيره على النص النظري، نص نظري. علاش قلت لكم يعني النص العلوم المسلك ديال العلوم الانسانيه؟ لان العلوم الانسانيه كتحط لهم النص النظري، كما كتعرفوا على ان الا قارنا ما بين النص النظري والنص التطبيقي فالنص النظري كيكون اسهل شويه من النص التطبيقي. فبالتالي يعني كنت نصحتكم وقلت لكم تسجلوا وديروا العلوم الانسانيه. طبعا اذا غتقولوا لي اذا شنو هو الفرق ما بين النص النظري والنص التطبيقي، فغادي نقول لكم على انني راه درت فيديو شحال هادي، وراه طبعا كاين في القناه ديالي اللي نزلتو الفيديوهات لتحت غتلقاو الفرق ما بين النص النظري والنص التطبيقي. طبعا الناس اللي ما فهمتش شي حاجه كنتمنى على انها تخلي لي يعني التعليق، فانا غادي نجاوبكم عندك التعليق، او في حاله ما ان يعني كان ما مفهومش فانا ان شاء الله غادي نحاول انني يعني ندير فيديو بصيغه اخرى وبطريقه جديده. اذا خوتي خوتاتي كنتمنى لكم كل التوفيق والى الحلقه القادمه ان شاء الله.